إذن يعني مشاهد مثل ما دائما بنقول نفس الشعار يعني صرنا حافظينه بنتمنى ما نشوفهم بملاعبنا لكن للأسف بنرجع بنشوفهم بملاعبنا. بدي أقول أول شيء الحمد لله على السلامة لزميلنا شربل أصفين. تسلم ميرسي غياث. شربل أنت قد إلك بتصور كرة سلة؟ أنا صار لي من الـ 94 بالـ بي سي. من الـ 94 بتصور باسكت بول؟ باسكت بول دائما. زعلت لما كرة سلة إذا فينا نقول حسابتك بهالطريقة؟ زعلت أكثر من اللزوم إذا بدك، لأنه نحن ما بنتكافى هيك. نحن بتعرف أنت نحن بنروح بنعمل شغلنا نحن على مسافة وحدة من كل الفرق أكيد. يعني أكيد بهمنا نروح نعطي نتيجة حلوة صورة حلوة نشتغل شغلنا ونجي على بيتنا عند عيالنا. شو صار معك تحديدا؟ يعني احنا شفنا هون بعض المشاهد، في مشاهد اكيد ما بينت لانه ما يعني انت كنت على الهوا لما انا كنت على الهوا بس خلصت الجيم ووقفوا اللجنه حد منك وطلعت النتيجه انه الحكمه ربحوا بس حسب الحكم السلة. ايه بس انحسمت السله انه هيدي للحكمه وكان الفرق نقطه واحده. انا على الهوا طلب مني جورج خليل عم بعطيه المخرج. ايه المخرج عم بعطيه عم بشتغل كلوزيت كل تركيزي على الكاميرا قدامي على الفيزور. فجأة وصل لحد مني صدقني عن جد شي 40-50 شخص صدقني حكيوا ما بينحكى يعني شو بدي أحكيك. وهلا أنتوا الصور اللي شفتوها كان في مشكل قبلهم، أنا أكلت قتلة ودعوست على الأرض ما كان في حد مني حدا. أنت يعني هجموا عليك ضربوك؟ ضربوني حطوني بالأرض، هيدا الكف اللي ينفعك، هيدا البوكس اللي يضرك، هيدا شو ما بدك يعني من عدا الإهانات ليلى يعني أكيد ما فينا نحكيها على الهوى. نعم. هلا أنا ما بعرف كيف الله عطاني القوة زمطت من بيناتهم تارحت عند الدرك، الدرك كانوا عند الكافيتيريا تقريبا. تعرف وين؟ أكيد. قلت لهم رح يقتلوني والكاميرا بالأرض، مش عتلين هم الكاميرا بس رح يقتلوني، هلا شافني الدرك كيفني واصل ليه؟ إجا يعني الشاب الدرك اللي شفتوه بالريبورتاج تاني مرة أكل قتل أكثر ما أنا أكلت قتل. يعني كمان في تقرير للطبيب الشرعي للتثبيت كمان الشيء اللي صار معك بهالمباراة. يعني إذا فينا نشوف بركة لقطة عن تقرير الطبيب الشرعي يلي هيدا في ردات وكدمات وإلى آخره، كل هالأمور بالفعل يعني يمكن أكثر يلي تفاجأ هو أنا بصراحة بالشيء اللي صار بمباراة هومنتمن وفريق الحكمة. يعني هيدا تقرير الطبيب الشرعي الدكتور مالك هلال يلي كشف عليك من بعدها بعد الإشكال يلي صار مبارح. يعني إدارة نادي هومنتمن يلي أكيد ما حدا بيقبل الشيء اللي صار أكيد استنكرت هالشيء، اتصلوا فيه أكثر من إدارة بنادي هومنتمن ومن بعدها طلع بيان إعلامي لإدارة نادي هومنتمن شربل استنكرت فيه أشد الاستنكار وشجبت بشدة تعرض الإعلام وخاصة المؤسس اللبناني للإرسال وخاصة أنت لأنه تعرضت للضرب وتمنيت لك أكيد الشفاء العاجل. بس سمعت أنه صار فيه بيان من نادي هومنتمن اللي استنكرت هيدا الشيء، شو حسيت أول شيء؟ حسيت أنه ارتحت شوي يعني لأنه أنا شفتك، أنا بذكر يعني أكثر شيء بذكر لما شفتك برا حد الأوبيفان بعد الإشكال شفتك قد كنت متضايق وقلت لي أنه شو ذنبنا نحن ننضرب وهيدا حقك أكيد يعني ما لازم حدا أصلا ينضرب. هلا القتلة أكلناها يعني هلا أكيد أنه هيدا الشيء بخفف لي وجعي. هلا أنا عن جد عندي يعني شفت أنت الرابور تبع الحكيم بس أنا نفسيا متضايق أكثر. صحيح يعني أنا هيدا اللي حصلت كل بغمض عيني بالليل بشوف أنه نحن هيك منتكافة. صح أنت نحن ليش عم بيصير فينا هيك؟ أنت أكثر من غيرك بتعرف أنت قديش بيهنوك قديش أنت بتنسب على بالملعب عن جد، ليه نحن بده يصير فينا هيك؟ يعني أنا طالما بعيد بس هي أكيد يعني قصة التعاطي معك بهالشكل الضرب هو شيء مش مقبول أبدا. نحن كال بي سي حبينا نفتح هذا الموضوع لسبب واحد، الال بي سي يعني وكرة السلة أنتم بتعرفوا قصة طويلة كتير، يعني بنفس الوقت يلي كان عم يصير هالشيء الال بي سي عم تشتغل على مشروع كبير للمنتخب اللبناني لكرة السلة لدعم المنتخب اللبناني لكرة السلة. الال بي سي بالنسبة لها كرة السلة هي شقفة منها، يعني مشان هيك يعني شرب الكام هو عم يقول انه مش هيك
بيتعاطوا معنا. بنتمنى انه من كل جمهور كره سله منيه اللي حابب يعبر او مزعوج من اي شيء يعبر بالطريقه اللي مفترض يعبر فيها، مش يتعرض ابدا لزملائنا بارض الملعب او لحيلا حدا. يعني مشاهد شربل بنتمنى اكيد ما نرجع نشوفها ابدا، بس ترجع تروح مره ثانيه على ملعب كره سله راح تكون رايح بحماس ولا رايح مثل ما بقولوا بالعرب الدارج اجر لقدام اجر لورا؟ لا راح روح 10 لقدام و7 لقدام كمان، ما في مشكله لانك بتحب كره السله، لانه هيدا شغلنا وبنحب نحن بنحب هيك الناس. يعني انا بعرف انه قد ايه انتم يعني خاصه بالكرو كله اللي بيشتغل بارض الملعب قد ايه بتحبوا هاللعبه، يعني غير انه بتشتغلوها بتحبوها لهاللعبه. اكيد بنحبها، اذا ما بتحب الشغله ما فيك تعطي فيها، ما فيك تعطي فيها، وما فيك انت تجي توقف مع اكس ضد اجريك. نحن بتعرف على مسافه واحده من الكل. أكيد. على كل حال الحمد لله على السلامة. يعني بنتمنى تكون هيدي آخر مرة بتصير، مش بس على صعيد أكيد الـ LBC، على صعيد كل الإعلام، لأنه الإعلام بالنهاية هو رايح ليوصل الصورة. يعني ما تنسوا أنه كرة سلة أنتم عم تتابعوها عم تحضروا عم تتحمسوا عليها لأنه في عالم عم يشتغلوا لحتى يعطوكم هالصورة. هو العالم لازم يتقدروا ويتكافوا مش يتهاجموا. للأسف يعني هذا الشيء اللي صار برجع يعني كمان بالنسبة للبيان الإعلامي اللي أصدره نادي هومنتمن أكيد واستنكر فيه أشد الاستنكار جمهور هومنتمن. أنتوا بتعرفوا معزتكم الكبيرة إن كان عن LBC أو عندي أنا شخصيا، يعني إن شاء الله بعض الأشخاص اللي عملوا هذا الإشكال ينتبهوا لهالشيء، لأنه أنا بعرف جمهور نادي هومنتمن قديه جمهور بيعشق الرياضة وبحب الرياضة وبحمس فريقه بشكل كتير حلو. يعني ما كانت أبدا حلوة الصورة يلي بيّن فيها بعض الأشخاص بجمهور هومنتمن، ويمكن يعني عطى صورة بشعة لباقي الجماهير يلي بيروحوا بس ليحمسوا ويشجعوا. على كل حال إن شاء الله تكون هيدي آخر مرة بتصير بملعبنا، خاصة أنه رايحين على مرحلة كتير حساسة، مرحلة كتير صعبة، التشنج رح يزيد أكتر والحماس رح يزيد أكتر. بتمنى من كل الجماهير تضلها رايقة.